إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. حاجة كمان معلش، يعني ممكن الشيخ عندي في الجامع كان بيتكلم بيقول إن يعني الشباب المقبل على الزواج يكثر من الاستغفار، إيه عشان ربنا سبحانه وتعالى يوفقه للاستغفار. فأنا وجدت حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم مثلا الشباب من يعني من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ما قالش من استطاع من يعني ما قالش اللي عايز يتجوز يستغفر، قال يعني ايه يتعفف حتى يغنيه الله. ايه بس عفوا مرد لكلام رسول الله ولا كلامه صح؟ كل كلام رسول الله صح، لكن عفوا لا انا بتكلم شيخ الجامع اللي بيقول اللي عايز بينصح الشباب اللي هو يجد صعوبه في الزواج ان هو يكسر من الاستغفار عشان ربنا يجوزه. افهم الكلام، افهم الكلام بس لا تخطئ الشيخ بدون برهان. هو يقصد الشيخ الله يحفظك ويحفظه انك اذا استغفرت وسع الله عليك في الرزق، فاذا وسع الله عليك في الرزق تزوجت. ما مستنده لذلك؟ قول الله تعالى، قول نوح عليه السلام: فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. فالاستغفار ونعم بالله. شيخ يا اخي اصبر، اتكلم يا اخي اصبر. ماشي بقول لك الاستغفار سبب من اسباب الرزق، ما نناقش في هذا. انا خرجت اتاجر ممكن اخسر تمام وممكن اربح ربح عظيم، اذا كنت مستغفرا داعيا لله سيرزقني الله، اذا رزقني الله تزوجت اختصارا. طب بس سؤال بس يعني ردا بس على مقولة، يعني في ناس تقول اصل سيدنا نوح شريعة واحنا شريعة، فاللي هو الاستغفار بتاع سيدنا نوح ده ما ينفعش في شريعتنا. طب وسيدنا هود مع نفس الكلام، ان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه، سيدنا هود عليه السلام ان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة الى قوتكم. جزاك الله خيرا وياك. وحديث عندنا في سند المقال لكن له شواهد، ما لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. السلام عليكم.